انا عبد المنعم فكري عبد المنعم، محافظه الاسماعيليه ومركز وظيفه بصوير رود السولي ال7 ابار غربيه. انا عندي محمد ابني حالته صعبه خالص، يعني تعبان على طول، عنده شلل نصفي وعنده ضمور في المخ وعنده صرع وبيهب دماغه في الارض وبيعمل حركات انا مش عارف اوصلها خالص، يعني بيعمل حركات كده من نفسه، الشنج ونشيل فيه ونحط فيه مش عارفين نوصل له خالص. وعلاجه غالي، علاجه غالي، يعني بياخد 6 حقن، الحقنه ب 250 جنيه، غير دواء منوم غير دواء مهدئ. وزي ما انتم شايفين سقف البيت عامل ازاي، والبيت ميه ومفيش حته نقعد فيها، انا ابني المريض مش لاقي مكان احطه فيه اقعده فيه. عيالي انا عندي 3 عيال متعذبين معايا، صاحيين طول الليل مش عارفين يناموا، مش لاقيين مكان نقعد فيه، المطر مبهدلانا، احنا داخلين في الربيع اهو على الصيف والمطر بتيجي، ومتعذبين من اول الشتاء من شهر 10 لعند دلوقتي متعذبين، دي مش اول مره النطره دي، النطره دي على طول، وانا مش عارف اعمل ايه. ابني محتاج حاجات كتير، محتاج يعمل عمليات بره، الدكاتره بيقول لك ده يسافر بره ويعمل عمليات بره، هنا مفيش حاجه في مصر. طب انا راجل على قدي ورايح شغال في قطاع خاص، وكنت عامل عمليه في رجلي ولسه بادئ رايح شغل دلوقتي. عندي ابني مريض عنده شلل نصفي وعنده ضمور في المخ وعنده صرع وعايز يتعالج، وحالته يعني مش عارف هو بيعمل ايه نفسه، حبه يعيط حبه يضحك حبه يهز دماغه في الارض. فانا بستغيث كل المسؤولين يعني انهم يشوفوا لي المشكله دي، ابني وبيتي عامل ازاي وفرش باظ والدنيا باظت عندي. انا شغال في قطاع خاص، قطاع خاص يعني بيخصم منا بيجز منا بيستثمر منا. انا لو جبت يوم باخد ابني اكشف فيه ما حدش بيعرف، انا شغال معالم هنود مش عارفين اي حاجه، اقول له ابني تعبان يقول لي ايه انت بس، ايه ابنك تعبان، اعمل لك ايه انا ابنك تعبان، ده شغل انت عايز فيه شغل تعالى، مش عايز فيه شغل ما امشي سيب شغل. طب انا اروح فين دلوقتي، انا اروح فين دلوقتي، اجيب منين انا لعيالي ولاسرتي عشان ناكل نعيش وسط الناس؟ انا باخد واروح مستشفى بالريش بغيب من شغل يوم بيخصمه لي 3 ايام، وانا عامل عمليه شرايح ومسامير ولسه انا طالع شغل دلوقتي ومحدش عارف كده، بروح شغل بحاربه فيا، بيقولوا لي امشي، بيقولوا لي امشي انت جاي الشغل ليه؟ مش عارف والله انا اعمل ايه، والمطره والظروف اللي انا فيها دي بشيله واحطه وبمشي 3 كيلو عشان اطلعه على اول الطريق اركب مواصلات واوديه للدكتور، عشان اجيب عربيه عايز لها 300 جنيه، وان السواق انا اتاخرت نص ساعه عند الدكتور ولا ساعه يقعد يرن، ايه؟ اقول له يا عم انا لسه دوري لسه ما جاش، واروح اكشف عند الدكتور ب 350 جنيه، والدكتور يكتب لي على العلاج ب 3000 جنيه، وانا مش عارف اعمل ايه، ولكن اقول الحمد لله، وانا بشكر ربنا، بقول له الحمد لله، الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله، كل اللي يجيبه ربنا حلو وربنا يشفي كل مريض، وبقول يا رب تسلم الناس ما حد يقع في الضيقه اللي انا واقع فيها. ابني محتاج مصاريف كتير ومش عارف اعمل ايه، محتاج مصاريف كتير، لا وظيفه حلوه ولا اي حاجه حلوه. النطره نطرت النهارده، شوفوا بيتي حصل فيه ايه، مفيش مكان ان احنا نقعد فيه. ادي ابني الصغير اهو، وادي البنت الثانيه عندها 13 سنه، مش عارفين بيتنا نقعد في حته، المطره اجت فجأه، يعني احنا داخلين في الربيع من اول شهر 10 واحنا بنحارب في الامطار دي، ونقول المطره دي خير، خير من عند ربنا، ولكن نقول الحمد لله، وبيتي بسطل زي ما انتم شايفين كده، لو اجت كهرباء دلوقتي على البيت ده على الوضع ده هتولع في البيت خالص، انا هعمل ايه انا؟ هدني صاحي كده، هصبح الصبح ما اروحش شغلي. اليوم اللي انا مش هروحه ده بنخصم بثلاث ايام، الثلاث ايام على طول. انا شغال في استثمار، شغال في قطاع خاص، انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه.